اللي معاه بس لا دقيقة، هو الآن محمد مذكور بيصوب لنا على المتسابقين اللي مع عبد الرزاق. تعال وبنشوف. تعال عبد الرزاق، تعال تعال. قلت لي انت، انت تدري معانا الرجال توه جاي يا اخي، عارف المشاكل كلها. لا تقول توني جاي وانا متابع وشايف كل شيء يا ابو رزيقه. لا بس معلش يا ابو رزيقه، بعد شوي بعد شوي ابو رزيقه معنا المدرب محمد مذكور. اصيل الشهراني هذا اول واحد قنصه. اصيل خلص. وسلطان، اصيل وسلطان تتوجهون لو سمحتوا. باقي عنده مين معنا بعد؟ في معنا احد يا محمد؟ واجدين؟ إيه الله يعين. علي. طيب أصيل وكذلك سلطان القحطاني وعلي الكلثمي بالإضافة إلى عبد الرزاق، تعبنا منك يا عبد الرزاق. معليش ثلاث مرات، شوف ثلاث مواقف. أعطوك فرصة الآن بنشوف إيش بيصير. مين الرابع؟ فالح الدوسري. فالح الدوسري. طيب يا شباب اللي الأسهم أصابت صورهم يجون، وعلى بال ما يجون خلونا نشوف المقطع. ما راح نتكلم لين نشوف المقطع جميعا وتشوفون انتم تحكمون بنفسكم مشاهدين الكرام. خلونا نروح. تخريب الاثاث، تخريب الممتلكات، تعبنا واحنا نتكلم. خلونا نشوف المقطع ونرجع. اضيف ابو رزاقة، سريع 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 ابو رزاقة. شوف التمر التمر التمر. جاوب الضيفات، جاوب التمر. يا اخي يا اخي الضيفة جاوب. الضيفان الضيفان جو يا ولد. خليك كذا الضيفان. ايوه ايوه اي شيء مو كويس حطه ورا الكنب، ورا الكنب ورا الكنب. خليك كذا ورا الكنب. ورد الورد البخور البخور. اه مرزيق 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 مرزيق. لا اله الا الله. الضيفان جو يا عيال، الضيفان جو. وقف 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 وقف. لا 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 وقف. مرزيق مرزيق هنا، وقف هنا وقف هنا وقف هنا. خليك واقف. شباب 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 شباب. الله جو الضيفان، الضيفان جو جو جو. يعني انا ما ادري. لا معليش، مقطع مقطع مدته 30 ثانيه. مقطع معليش عبد الرزاق لو سمحت، مقطع مدته 30 ثانيه توكم تجون. وعليكم السلام. يعني انا ما ادري، تخريب ممتلكات القريه، مقطع مدته 30 ثانيه كان 10 دقائق من التخريب ومن العبث بالممتلكات. يعني انا ماني عارف، هل الفله مختزله في هالموقف اللي انتم شفتوه؟ هل شفته قبل انت؟ لا تقول لي لا. انت شفته قبل ما تكلم سلطان؟ شباب اليوم علي، اصيل، سلطان، كذلك ابو رزيق، وكذلك فالح. بالله من صاحب الفكره؟ منه منه صاحب الفكره؟ من الفله فيكم؟ انا. اسمع لي ابو شيء، اسمع لي، بيسمع منكم واحد واحد. هو انت صاحب الفكره؟ بيسمع منكم واحد. لا لا دقيقه، تعال تعال سلطان. حتى هنا تقاطع صوت. حتى هنا يا اخي سلطان لو سمحت تقدم يا اخي. طيب وش البقره اصلا؟ وانتم تنفذون اي شيء يا اخي؟ وش قاعد تتكلم انا؟ خلاص الان سلطان صاحب الفكره، ابغى سلطان يتكلم. معلش سلطان لو سمحت يا اخوي اسمعني. معلش يا اخي ممكن اتكلم؟ تكلم. تكفى يعني تكلم. يلا يلا معلش. ايش ايش الفيديو انت عندك بث طويل؟ طيب ايش الفيديو؟ هنا ايش الفيديو؟ ايش ابغى اعرف. خل عيد الفيديو، بالله عيد لي الفيديو. يلا عيد، نبغى نشوف يا اخي عشان نعرف نتكلم يا اخي. عيد لي عيد لي الفيديو. ما في الا جلد. يلا امشي سريع سريع سريع. ابو رزيقه شوف التمر التمر التمر. جاوب الضيفات يا اخي يا اخي. الضيفان جو. الضيفان جو. الضيفان جو يا ولد. خليك كذا الضيفان. ايوه ايوه اي شيء مو كويس حطه ورا الكنب، ورا الكنب ورا الكنب. خليك كذا ورا الكنب. ورد الورد البخور البخور. اه مرزيق مرزيق قبل التمر البخور البخور. لا اله الا الله. الضيفان جو يا عيال، الضيفان جو. وقف 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 وقف. لا 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 وقف. برزيك برزيك هنا، وقف هنا وقف هنا وقف هنا. خليك واقف. شباب 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 شباب. جو ضيفان ضيفان جو 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 ضيفان جو جو جو. شوف جاني جاني من الكنترول الان. بالله انقلوا لي الهواء على المكان اللي خربوه الشباب، بالله انقلوا لي عليه. خلونا نشوفه. وانتم عندي الان وش ذنب الورد؟ انا اسال. هذه امس وهذه اليوم. الله يطول عمرك. لا تقول لي لا تقول لي هذه امس وهذه اليوم. طيب احد رتب؟ احد رتب؟ هذا هو البلا انك شغال تكسير كل يوم. لا انا ما شغال تكسير. دقيقه سلطان شباب بدون تقاطع اصواتك عشان ناخذ حقنا. اسمحتوا لي بس اسمحتوا لي شباب. ابو محمد عثمان اذا انت ما تبغاني اتحرك انا باجي انا باجي وبثبت جنب الشباب وبقول يلا حطوا عليه. فالح تسمح لي تسمح لي؟ انا بسمح. لا 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 انا انا هنا انا هنا اقرر. فالح نتكلم ننقل اللي علينا نسوي شيء المهم. فالح انا هنا اقرر من يتكلم. انا هنا اقرر من يتكلم لو سمحت. لا سمح انا هنا اقرر من يتكلم. سلطان انت صاحب الفكره؟ نعم.
هو صاحب، انتم تسمعون لاي واحد؟ لا لا مو بصاحب الفكره، هذه فكره مشتركه. سلطان فكرة مشتركه. وش مبرر هالحركات؟ مبرر الحركه، تخيل تخونا ضيف، يعني انت تخيل انك مكاننا، يدخلنا ضيف والمكان ما جو يرتبونه. صح، ما شاء الله عليك. صبر صبر، اقنعتني صراحه. إيه بقنعك بالله؟ بالله هذه، صبر بالله، هذا اقناع. هذه صبر، هو ذنبي اني اجي والفقره المكان مخوش؟ ذنبي؟ ذنبي اني ارتبه وهيئه احسن من اول؟ هو ذنبي ولا ذنبكم؟ لا تقول لي ذنبي ولا ذنبكم. سؤال، ذنب انت اليوم من اللي خرب؟ من اللي خرب، انا ولا انت؟ المكان كان خربان من اول. لا تقول لي. اسمح لي ابو محمد. كيف؟ اسمح لي ابو محمد، يعني انت الان ما شاء الله تبارك الله خربت المحل عشان احنا نجي نرتبه. شغالين عندك احنا سلطان. احنا رتبناه. رتبت اصيل. معلش معلش معلش، من اصيل اصيل تضحكون على الناس انتو. علي الكلثمي شايتها برجله، علي والله لبيته ما سواها. والله احترموا يا علي، انتوا الان في دقيقة سلطان ما قاطعكم، انتوا هنا ما انتوا هوا، انتوا هنا لازم تسمع الكلام، هنا عيال يتابعوكم ناس. اسمع الكلام. ايوه هنا في ناس تتابعوكم. اصيل اصيل اصيل، أصيل. أصيل. دقيقة اصيل، في ناس اصيل ما بعجبك الكلام. يا مخرج مخرج، فيد لي صوت علي الكلثمي وفيد لي صوت سلطان القحطاني. فيد لي صوت سلطان. سلطان لو سمحت، لو سمحت، لو فيد لي اصواتهم، فيد لي اصواتهم. تكلم اصيل لو سمحت. دقيقة اصيل، نسمع منك اصيل. اصيل اصيل اصيل، دقيقة اصيل، عيد الكلمة اللي قلتها قبل شوي. اقول احنا صغار ما احنا كبار. حلو تمام. انتوا رجال وانتوا اطفال صح؟ رفعت الصوت ما خلاص. انت قلت رجال، انت قلت رجال وانتوا اطفال صح؟ طيب اسالك سؤال حلو. لما علي الكلثمي شات عربيه باكبرها قدام شاشه، هذا تصرف رجال؟ يا علي لو سمحت، لو سمحت نبي صبر يا رجال، هل مكانها كويس؟ نبي ننهي الموضوع، نبي ننهي الموضوع. شوف شوف يا سلطان، لو سمحت، انت صاحب الفكره، انت صاحب الفكره، صاحب الفكره. توجه للمحكم. انا اروح لخصم. بس لا تلوم احد اذا كان المكان سيء من قبل. لا تتناقش، لا تلوم احد. يلا سلطان، سلطان ما له دخل بالحكم. خلاص لا يتحملها سلطان. لا 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 تحملها سلطان، انا اتحمل اي شيء، والله لا اتحمل اي شيء. يا قوي بس ما يجي واحد يرفع صوته هنا، انا اتحمل كل شيء. محمد عثمان اذا ترضى على الحق وتقول الحق، تراها للجميع، احنا اللي مسوينها مو بسلطان الحال. شباب ممكن تنصرفون؟ صبر انصرف. تدري الجميع انصرف، انتم كلكم تفكرون غلط، انتم كلكم. ها لو سمحت يلا، والخصم دبل عليهم كلهم، يلا توكلوا على الله. يلا اخصم على الجميع، يلا سلطان المحكم. تدري ليش اتكلم معك اصيل؟ يلا المحكم لو سمحت، معليش اصيل. يلا يلا خلاص خلاص خلاص، الخصم واحد. شباب لو سمحتوا، وائل وائل لو سمحت. وائل الحين جايين يا وائل، ما احنا جايين ندبر شباب. خلاص الخصم واحد، بس ما تدبر. عرفنا من صاحب الفكره، اطلع لو سمحت. لا لا كلنا بنخصم علينا، والله ما ينخصم على سلطان الحاله. والله اطلع لو سمحت، خصم على الجميع. خصم عليك الحاله، والله ما ينخصم عليك الحاله. سلامات محمد. محمد معترفين انه لو سمحتوا سلطان مع المحكمين، مع المحكمين. خليك تفضل، بخليك تفضل. لا شوف كيف يكلم اللي يتكلم. برر برر، والله ما يخسر. لا يخسر على سلطان الحاله يا وايد. دقيقه يصير خلاص. المكان قبل اول ترى مكان معليه سيء. اي مو على كيفك انت وياه، اي مو على كيفك. يا اضافه الى خصم سلطان فالح، خصم 500، علي الكلثمي خصم 500، اصيل خصم 500. دقيقه يا حمد تفضل. دقيقه تفضل خلاص. مال المحاور اللي هنا، المحاور اللي هنا هنا. مال طيب سلطان لو سمحت، لو عندك المحور حقي. فيد لي اصواتهم، فيد لي اصواتهم، ما ابغى اسمع صوت، ما ابغى اسمع صوت. لو سمحت ما ابغى اسمع اصوات. لو سمحت لو سمحت لو سمحت. اللي قبل سلطان، ما تجي تقولنا سلطان، ما تدري سلطان. هذا ضيف على البرنامج، تفضل. لو سمحت علي، مفيدين صوتك، مفيدين صوتك، مفيدين. يا لو سمحت اطلع. يعني الخطا هذا تقارنه بجوال؟ مفيدين صوتك، مفيدين صوتك. خلاص تفضل. اداره والله تفضل تفضل. لا فالح لو سمحت، ما راح اسمع، ما راح اسمع، ما راح اسمع. ليش ما راح اسمع شيء؟ انا سبب فيه، ما راح اسمع منك. ليش تخصمون علي؟ ما راح اسمع منك. طيب انا ما عندي مشكله، ما راح اسمع. انا طالبك تسمعني. قفل لي صوت فالح. فالح ما حد يسمعك، ما حد يسمعك، ما حد يسمعك. تفضل تفضل لو سمحت، تفضل لو سمحت، تفضل لو سمحت، تفضل لو سمحت. تفضل تفضل. انت تحمل، تفضل. خلاص اخذت اخذت وقت كثير. خلاص تفضل. عندك الهواء، تفضل. عندك الهواء. تفضل تفضل. يعني انتم اللي قاعدين تشوفونه مشاهدي الكرام، هذا جزء من اللي قاعد يصير في الـ في الـ في الرياليتي. هذا جزء كبير. شوف تداخل الاصوات، شوف كل واحد يبغى يبرر ويبغى يقول. يا اخي عنده هواء ست ساعات خمس ساعات جاي يبرر لي هنا. يعني وائل والله يا ابو نايف، انا محروق، انا محروق على خصمهم، لكن هذا لابد اني حق. انا تدري ايش اللي غبرني؟ يقول لي انه المحل ما كان جاهز وخربناه عشان تجي تجهزه.
يا اخي قتلتني يعني. ما انتم مهتمين بالعمال الشباب؟ الوضع الوضع صراحه عمال القريه يعني الصباح عندهم الشيبان. يا هو بالله اسالك بالله ايش ردت فعلهم لما يسمعوا الكلام هذا؟ يا اخي بتحرق في قلبهم يعني. عشان راتب بسيط اخذه تقوم تكسر الدنيا؟ والله انا ما هو عنصريه ولا عنجميه، ولكن الجمهور عارف والمشاهدين عارفين يعني ان اللي يسوونه غلط وهذا واضح قدامهم. يعني انا كل اللي اقدر اسميه عذر اقبح من ذنب لما يجي يقول لي انتم اللي ما نظفتوا. طب انت اللي حوست المكان. محمد خلينا ننتقل للثالث او الرابع او الخامس، والله ما ادري من هالدوشه اللي صارت. خلنا نشوف الصراحه انتم تحكمون.